بعد زلزال المملكة المغربية، هل بات انفصال سيناء عن مصر وشيكا؟ دلالات جديدة عن الأنشطة التكتونية وأخدود أفريقيا العظيم. فهل زادت خطورة الصدع واقترب انقسام أفريقيا وظهور البحر الجديد؟ الطبيعة تفرض تقسيماتها من جديد، فتابع معنا التفاصيل. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بمنصاتنا والمرور علينا بآرائك في التعليقات. حركة الغلاف الصخري. لفهم التغيرات التي ستحصل على مستوى جغرافية الدول مستقبلا، لابد من أن نفهم أولا مسبباتها الرئيسية وبالتالي تركيبة الأرض، ولكن سنكتفي بشرح الجزء الذي يهمنا ويمسنا بشكل مباشر، وهو الغلاف الصخري المتكون من القشرة الخارجية للأرض. يصل سمك هذا الغلاف إلى 100 كيلومتر، وبالتالي يتميز بكونه هشا وصلبا في ذات الوقت، باعتبار أن أي ضغوطات طبيعية ستؤدي إلى انشقاقه وانكساره، وهو ما نعبر عنه بالزلازل والهزات الأرضية. الطبقة العلوية من الغلاف الصخري تسمى الغلاف الترابي، وهي التي تتفاعل كيميائيا مع الغلاف الجوي والمائي. وينقسم الغلاف الصخري إلى قسمين، الأول مرتبط بأحواض المحيطات، والثاني يرتبط بالقشرة القارية ويكون أقل كثافة من الأول. على مستوى الغلاف الصخري هذا تحدث عديد الأنشطة التكتونية، باعتبار أنه ينقسم إلى عدة صفائح منها. هذه الأنشطة تكون على شكل إما تصادمات بين الصفائح أو انزلاقات أو انفصالات، وتتحرك بصفة مستمرة بمعدل عدة بوسات كل سنة. هذا التحرك على مستوى الغلاف الصخري هو السبب الرئيسي لكل الأحداث الجيولوجية الكارثية التي تصيب العالم، كالزلازل والبراكين وتكون الجبال وخنادق المحيطات، علما وأن هذا النشاط المتحرك منذ ملايين السنين أدى إلى تكون البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة، ويواصل امتداده إلى الآن فيما يسمى بالأخدود الإفريقي العظيم أو شرق أفريقيا. فكيف ذلك؟ الأخدود الأفريقي العظيم. تكون الأخدود الأفريقي العظيم بعد حركة أفقية لصفيحتين تكتونيتين المكونة للقشرة الخارجية، حيث توجد الصفيحة العربية على الجهة الشرقية للأخدود، وصفيحة الأفريقية على الجهة الغربية، وهما في حركة مستمرة نحو الشمال. ولكن بحكم تباين سرعة الحركة بينهما، سبب صدعاً جيولوجياً بينهما، وتتقدم الصفيحة العربية بمعدل 4 مليمتر إضافية كل عام، ليبلغ الفرق بينهما قرابة 105 كيلومتر. وبذلك صار تركيب الأرض في إحدى النقاط شرقي الشق بعيداً 105 كيلومتر عن جنوب الجانب الغربي للشق. هذا المعلم الجيولوجي أي الأخدود الأفريقي بات يمتد من سوريا شمالاً إلى وسط الموزمبيق، يبلغ طوله 6400 كيلومتراً حسب التقريب. شكل الأخدود تضاريساً يصل ارتفاعها إلى 152 متراً تحت البحر، وجبالاً شاهقة التي تصاحبها الانفجارات البركانية ومرتفعات الصدع التنزاني، كما تكونت على جانبيه قرابة 30 بحيرة، بما فيها ثلاثة بحيرات مصنفة الأكبر في أفريقيا، ومنها بحيرة تنجانيقا ثاني أعمق بحيرة عالمية، وبحيرة فيكتوريا ثاني أكبر مصادر المياه العذبة عالميا. سلاسل الجبال في الأخدود الأفريقي العظيم. وحسب توقعات الجيولوجيين، فإن النشاط التكتوني الذي سبب كل هذه الظواهر ما زال سيستمر لملايين الأعوام الأخرى. وكما شكلت هذه الأنشطة الأخدود الأفريقي، فإنها ستكون السبب في تشكل انقسامات أخرى تغير وجه العالم، أشهرها انقسام القارة الأفريقية إلى نصفين، وانفصال سيناء عن دولة مصر طبيعيا. انقسام أفريقيا وانفصال سيناء. دراسة علمية نشرت منذ أشهر في مجلة Geophysical Research Letters كانت قد أثارت جدلاً واسعاً بعد أن كشفت عن تكون محيط جديد داخل قارة أفريقيا. هذا المحيط من المتوقع أن يشترها نصفين،
والمحيط هو بسبب الصدع الذي بلغ طوله 56 كيلومتر، موجود في صحراء أثيوبية منذ 2005 معلناً عن بحر جديد. الدراسة التي كشفت هذه المعطيات الصادمة قامت على أساس تحليل دقيق لبيانات الزلازل التي كونت الصدع، والتي وجدوا أنها مشابهة تماماً لتلك التي كونت البحر الأحمر قبل ملايين السنين. وبذلك صار للجيولوجيون شبه متأكدين وبنسبة كبيرة من تشكل المحيط الجديد على طول الجهة الشرقية لأخدود أفريقيا العظيم، وهي الجهة الأكثر نشاطاً نظراً لعدد الهزات الأرضية التي تتكون هناك. ينتج ذلك عن التدفق المتواصل للصفائح التكتونية، فتجد أن بعضها يتحرك عكس البعض الآخر، وأخرى تنزلق أو تصطدم بصفائح ثانية، وهي الحركات نفسها التي رسمت وجه القارات على ما هي عليه اليوم. ولأن هذا النشاط سيتواصل لملايين السنين الأخرى، فإن انفصال جزء من أفريقيا على يابسة منفصلة لوحدها وارد جدا، وبالتالي حتى انفصال سيناء عن مصر صار قريبا. فكيف ذلك؟ الانفصال يتعلق بجزء من شبه جزيرة سيناء المصرية بين خليج السويس وخليج العقبة، الممتد من البحر الميت شمالا إلى الأناضول التركية، وبفعل النشاط التكتوني سينفصل هذا الجزء لتكون شبه جزيرة سيناء منطقة لوحدها. ومع الأحداث الأخيرة التي حصلت وزلزال المغرب المدمر، رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري توابع عديدة للزلزال المغربي، منها ثلاث هزات تراوحت قوتها ما بين 3 و4 و8 درجات على مقياس ريختر، وهو ما من شأنه أن يكون له تأثيراته المباشرة والغير مباشرة على مصر ومدنها الساحلية بالخصوص. ولكن انفصال سيناء، وبالرغم من كونه أمراً وارداً جداً، إلا أنه لا يمكن أن يكون إلا بعد ملايين السنين الأخرى. انفصال سيناء عن مصر وظهور البحر الجديد والتغيرات التي يفرضها الأخدود الأفريقي العظيم ليست سوى دلائل جديدة وقليلة عن تغير وجه الكوكب وقاراته في المستقبل. أما الزلازل والكوارث المتتالية فهي تمثل أيادي الطبيعة التي تعيد تشكيل حدود الدول لا سياسياً وإنما طبيعياً، وهو ما يجعلنا نتساءل يومياً عن الصورة التي ستكون عليها خرائط العالم بعد ملايين السنين الأخرى. عزيزي المشاهد، لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات والاشتراك بالقناة ليصلك الجديد.